السلام عليكم، ازيكم الشباب؟ ان شاء الله باذن الله هنرسم دلوقتي الرسمتين اللي كانوا مطلوبين منكم في الاساينمنت، وهنشوف ازاي نطلع منهم القطاعات واللي كان مطلوب. اول واحده كانت اللي هي رقم 2، واللي هي ايه زي ما هي قدامك في الايزومتريك كده. لو محتاجين نرسم حاجه زي دي هنرسمها ازاي؟ قلنا اول حاجه بما ان انت محتاج ترسم ايزومتريك فاختار المستوى المناسب. يعني مثلا الجنب ده هيكون سايد فيو، تروح ترسمه على الرايت. الجنب ده هيكون الاليفيشن، تروح ترسمه على الفرونت. تمام. انا بالنسبه لي مثلا هرسم من ايه، من الرايت. تمام. فهروح اقول له الجنب ده هرسم عليه 25، يعني العرض كله 50، وفي دايره ب ب 12 على ارتفاع 17، والكتف ده سمكه 26، يعني 13 في 15. تمام. فهروح كنترول ان فايل جديد، اختار الرايت سكتش، اجيب مستطيل، او ممكن ارسم نص الايه الجسم بس. تمام. ده هتخلي ده بس سنتر لاين. كمان هتخلي مع النقطة دي بيمثل مثلا ميد بوينت، وحط بقى لإيه الأبعاد بتاعتك عادي. قلنا ده من هنا للناحية التانية 50، قلنا فيه دايرة هنا كده ب 12 على ارتفاع كام، 17. كمان قلنا ان الارتفاع ده 13 15، و السوم كده 13. الارتفاع ب 50 والعرض ب 50 والطول 66. تمام. فانت هنا الارتفاع ده كده 16، عشان انا بس ايه عامل دي ميد بوينت، فهو ايه قال 17 و17 34، فلازم تخلي دي 16 يعني. فانا بالنسبة لي مش هتفرق اول نقطة ديت. يعني عاوز تعمل نص شبه ده الناحية التانية، قلنا ايه بميرور، تختار الانتيتيز بتاعتك، رايت كليك هتنقل لتحت، تاخد السنتر لاين ورايت كليك تاكسبت الايه الكلام بتاعك ده، تيجي اكسترود خليها 100 بلين و66 واكسبت الايه الكلام ده. تمام. هتيجي فوق هنا وترسم المربعات اللي موجودة، اعمل برضو سنتر لاين هنا الاول، تعال ارسم هنا مستطيل بالشكل ده كده. تمام. حط أبعاده زي ما هي موجودة فين هنا، اللي هي كام، 16 في سمكه، الفرق ما بينه وما بين ده 14، وهو سمكه هو على بعد 10، وهو 16 16 في 16، انت ماشيها ان هي 16 في 16. تمام. يبقى ده كده 16، في 16 المسافة من هنا
دي كانت 14 تبقى 7 تمام. و ممكن تجيب خط كده وتوصله بايه السنتر لاين ده عشان تخليه في النص بالظبط يعني، وتضغط عليه تخليه افقي وتحوله لسنتر لاين، وتروح على ميرور تضغط في نص الايه مربع كده هيسلكت الكلام ده، تروح تنقل تحت تختار السنتر لاين وتأكسبت، وتعمل اكسترود كات ثرو اول كده. انت رسمت الايه الرسمة بتاعتك تمام. اديها اي لون يعجبك، هنروح عشان نرسم دي قلنا لازم ايه نسيف، عشان تفتح دروينج لازم تسيف البارت بتاعك، ارمي في اي حتة عادي مفيش مشكلة بالنسبة لي. انت هتختار الصفحة بتاعتك اللي انت محتاج ترسم فيها، انا هنا ايه عامل تمبلت خاصة بيا تمام، بحيث ان انا لما اعمل اي شغل تبقى هي ايه موجودة على طول تمام. هتيجي تسحب الفرونت او مثلا تاخد الاول الليفت او الرايت تحطه هنا كده، وتجيب منه الايسومتريك ورايت كليك خلاص بالنسبة لك انت الدنيا كده تمام. الايسومتريك هتخليه شارب ايجيز، هتخلي السايد داش لاين تظهر، تيجي تاخد سيكشن في السايد فيو وتقول له تمام كده، وتيجي على طول بعدها تاخد سيكشن في الفرونت وتخليه البلان بتاعك تمام. بعد كده تبدأ بقى ايه تظبط ده براحتك، انت اختار مع الخط اللي يناسبك تمام. نفس الفكرة كبر بقى وصغر اعمل اللي انت محتاجه يعني. الدنيا بالنسبة لك كده تمام تمام زي الفل، محتاج تعدل حاجة عدلها، محتاج تحط الأبعاد قلنا من annotation model item، وحاول تسلكت التلاتة view مرة واحدة تمام، و accept هيحط لك ايه الأبعاد اللي هو يقدر عليها. تبدأ انت بقى ايه ترتب الأبعاد بتاعتك، يعني مثلا البعد ده هنا كده مش مناسب ملوش لازمة تمام، ده عادي. البعد بتاع القطر ده هنا برضو مش مناسب، فهتاخد شيفت وتنقله توديه في المكان ده كده لان هي الدايرة هنا تمام. والبعد بقى اللي ايه زي ده هل هو مناسب هنا او مناسب هناك مش هتفرق. السبعة دي ملهاش لازمة اصلا خالص، 66 تبقى هنا كده، 17 تمام عادي تبقى هنا عادي، 16 دي مفيش مشكلة تبقى هنا او تبقى ايه تحت تمام. محتاج انت تظبط اي حاجة في اللوحة كنبه مش محتاج بالنسبة لك الدنيا كده تمام خلاص تمام. ده بالنسبة لي دي انا هنرسم منين، انا هرسم هنا المرة دي من الاليفيشن تمام، 80 في 18 تفعيل كلي 48 تمام. هاجي كنترول ان اختار فايل جديد، اختار فرونت سكتش احول الخط ده سنتر لاين
عادل لما اخليه مع النقطة دي وابدأ احط الابعاد تحتي المسافة دي 25 تمام. كان المفروض اخليها ايه على الناحية التانية كده 50 ماشي. المسافة دي 84 تقريبا 80 ارتفاع 18 كله 48 تظهر نفس المشكلة التانية. فاحنا هنعمل ايه؟ هنشيل الكوينسيدنت دي والكوينسيدنت دي وهنخلي الارتفاع ده 48. حاجة تانية في دايرة 30 على ارتفاع 27 بس في حاجة تانية تالي ايه كده تمام. نبدأ نسحب بس النقطة دي كده نرميها فين؟ في الأوريجين تمام. ناخد ميرور دي ودي تعمل اكسترود 50 البلين نتأكد انها مظبوطة 42 بس وتيجي تاني على الفرونت سكتش تاخد لاين هنا الشكل ده كده وتشوف المسافات 20 ارتفاع وعمق 9 تحت. المسافة دي 9 المسافة دي 20 مشي 9 زي ايه السمك التاني كبيرة لا خليه 6 مناسبة و ميرور لازم تعمل بعدين ميرور الجزء ده تعمل اكسترود ميد بلين ب20 انت ايه خلصت الرسمة بتاعتك كنترول سيف سيف تروح لفايل ميك دروينج فروم بارت هيفتح لك الشيت اللي انت المفروض ترسم فيها نفس الفكرة. تاخد الرايت وتجيب منه ايزومتريك رايت كليك تسحب الايزومتريك كده تضغط على الرايت تجيب داش لاينز تروح من فيو لاي اوت تاخد سيكشن vertical من النص ترمي هنا كده انت جبت القطاع الرأسي. ترجع تاني تاخد section horizontal ترمي تحت تشوف انت هنا شايف في ايه الشكل ده عشان هو اخد السكشن اتجاهه لفوق. انت بس هتضغط flip direction هيظبط لك الايه الدنيا بتاعتك.
طريقة التظبيط بتاعتها والأبعاد نفس الطريقة اللي قلناها في الإيه في التاني، تمام كده؟ فهي دي، تمام. أتمنى يكون الفيديو واضح. توفيق، شكرا.